بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوى. في حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر أيضا الرسائل النصية 0501-785-5536. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ عبد السلام حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما هي صلاة الأوابين؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاتها؟ وماذا كان يقرأ فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها، كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بها، أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة رضي الله عنهما، أوصاهما بصلاة الضحى. وجاء أيضا ما رواه مسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فجميع هذه الأعمال تجزئ عنها صلاة الضحى، ركعتان من الضحى يصليها تجزئ عن هذه الأعمال. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها، كما ثبت ذلك أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أربعا ويزيد ما يشاء، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. كما أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها ثمانا كما في عام الفتح. فلا شك أن صلاة الضحى فيها أجر عظيم، وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يثبت عنه أنه داوم عليها عليه الصلاة والسلام. ولكن على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، وأيضا لما جاء فيها من الأجر العظيم، وأيضا لحث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بصلاة الضحى. أما ما ذكر السائل ماذا يقرأ فيها، فلم يثبت قراءة خاصة لصلاة الضحى، إنما يقرأ ما تيسر من السور. ولا شك أنه لا حد لصلاة الضحى، يصليها أربعا أو ثمان أو أكثر من ذلك حسب استطاعته. نعم. وبالنسبة بارك الله فيكم، وقتها يبدأ من بعد شروق الشمس يا شيخ؟ نعم، وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل صلاة الظهر تقريبا بربع ساعة أو عشر دقائق، لأنه يأتي هنا وقت النهي. ولا شك أن أفضل أوقات صلاة الضحى إذا اشتد الحر في وسط الضحى، إذا اشتد الحر لا شك أن هذا أفضل وقت لصلاتها. نعم، جزاك الله خير الشيخ عبد السلام. هذا سائل آخر يقول: إنني أتوضأ دائما لصلاة العصر، وأصلي بهذا الوضوء ثلاثة فروض: العصر والمغرب والعشاء، حيث أن عندي عمل، فهل هذا يجوز ذلك دائما؟ نعم، لا حرج أن يصلي الصلوات بوضوء واحد، صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء بوضوء واحد. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث بريدة ابن حصيب الأسلمي أنه
أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوم الفتح صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا فعلت. ففعلها عمدا ليخبر أصحابه بأنه يجوز أن يصلي المسلم أكثر من صلاة بوضوء واحد، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما حكم من يرد على السائل بإماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة، مثل أن يكون السائل مستعجلا الجواب مني وأنا داخل الصلاة فيسأل مثلا: هل أنتظرك وأرد عليه برأسي نعم، هل تبطل الصلاة بنحو ذلك؟ لا حرج في ذلك، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد السلام بيده في الصلاة، كما جاء من حديث جابر رضي الله عنه، أيضا ثبت عنه في أحاديث أخرى عليه الصلاة والسلام بأنه رد السلام على من سلم عليه. فقد أرسل جابر رضي الله عنه في أمر، فلما رجع كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة، ثم سلم على النبي فرد عليه الصلاة والسلام بيده، فلا حرج في ذلك. أيضا ثبت من حديث صهيب رضي الله عنه أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام على صهيب رده بيده إشارة بيده. كذلك أيضا ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء وفد من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلموا عليه وهو في صلاة، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام بيده، فهذا يدل على جواز الحركة وجواز الرد في مثل هذا الأمر. وهذا السائل عندما كما ذكر أنه في صلاته وسأله عن أمر، فلا حرج أن يؤمن برأسه لإيجاب أمر أو نفي أمر لما فيه مصلحة، وأيضا هذا أيضا يترتب على مصلحة خاصة بالصلاة، ربما ينشغل في صلاته بسبب أمر يحتاج إلى الرد عليه، فلو أومأ للسائل بالإجابة أو النفي فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أثابكم الله الشيخ، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ نعم، الأوقات بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فالأوقات التي جاءت وثبتت في الأحاديث وهو وأول وقت هو من بعد صلاة الفجر يأتي النهي إلى طلوع الشمس قيد رمح، ثم بعد ذلك عند الظهيرة قبل الظهيرة إلى أن تزول الشمس، وأيضا الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. هذه ثلاثة أوقات، وقد ثبتت هذه الحديث كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وأيضا قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الوقت الذي ينهى فيه عن الصلاة، كما أيضا ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث ساعات بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام النهي الصلاة فيها، فبين عليه الصلاة والسلام أنه نهى من طلوع الشمس إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحين ومن بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فهذه ثلاث أوقات نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم قبل قليل النهي عن الصلاة أو الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فهل فيه صلوات يجوز أن تصلى في أوقات النهي؟ وما هي يا شيخ الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ نعم، يجوز للمسلم أن يصلي في مثل هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها في حالة أنه يقضي بعض الصلوات التي فاتت، فيجوز أن يقضيها في أوقات النهي. كذلك أيضا هناك بعض الصلوات مثل صلاة الكسوف ومثل أيضا صلاة الوضوء، أيضا
ما يتعلق بالاستخارة وغيرها من الصلوات، كذلك أيضا سنة الطواف، كذلك أيضا في وقت النهي لا حرج في ذلك. جميع هذه الأوقات يجوز فيها الصلاة لذوات الأسباب وأيضا لمن يقضي الصلاة. أما ما يتعلق بالنهي فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص وأيضا من حديث عمرو بن عبسة السلمي، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة من ذلك عندما بين عليه الصلاة والسلام عندما قال أمره بترك الصلاة حتى تطلع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترتفع بين قرني شيطان، وقال في هذا الوقت يسجد لها الكفار، ثم بين أيضا أن حين قبل صلاة الظهر بين عليه الصلاة والسلام علة في ذلك بأن أنه تسجر في هذا الوقت جهنم، وأخبر عليه الصلاة والسلام عندما غيب الشمس فأيضا فإنها تغيب بين قرني شيطان وهنا يسجد لها الكفار، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء النهي لعدم مشابهة الكفار، ولما جاء في هذا الحديث من هذه الأوقات أنها تغرب وتشرق بين قرني شيطان وأيضا في وقت الظهيرة تسجر بها جهنم. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ونتوقف الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذا الفاصل ثم نعود بمشيئة الله تعالى. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد السلام السليمان، ونتواصل معكم ومع أسئلتكم. شيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: توفي أحد أقاربي وترك وراءه زوجته التي لم تكمل السنة من زواجها منه، وفي فترة العدة ظهر عليها الحمل، وبعد فترة من الزمن وضعت ولدا، وبعد إتمامها 40 بعد الوضع تزوجت مباشرة، فهل هناك غضاضة في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لأن تنتهي العدة بوضع الحمل، تنتهي عدتها بوضع الحمل، وقد هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث سبيعة بنت الحارث كما في الصحيحين أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فبعد أن وضعت تزينت للخطاب، فأنكر عليها من أنكر هذا الأمر، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك، فأخبرها عليه الصلاة والسلام وأفتاها بأنها حلت للخطاب ولها أن تتزوج، وأمرها بأن تتزوج، فإذا حصل الوضع فإنه قد انتهت عدة المرأة بوضعها فلا حرج في ذلك، والحديث دليل، وكذلك جاء عن أم سلمة أيضا ما يدل على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقا يتم صلاته فوقف بجانبه ليجعل المسبوق إماما له لينال ثواب الجماعة، فهل يجوز له ذلك أم لا يكون المسبوق إماما؟ وهل الصلاة التي أداها هذا الرجل مع المسبوق صحيحة؟ نعم، إذا دخل المسلم إلى المسجد ورأى من يصلي صلاة فائتة وقد فاته بعض الصلاة، فإنه يجوز له أن يدخل معه كمأموم في هذه الحالة، فيكون المأموم السابق إماما، ومن دخل يكون مأموما له، فيكون أيضا إماما له. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل إلى المسجد فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تأخره، فأخبره بما منعه من حضور الصلاة، فلما أراد أن يصلي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا صلى الرجل مع رجل مسبوق وصلى معه في ذلك فلا حرج عليه، فإنه يكون إماما له ويكون هذا مأموم ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يكون للمرأة المطلقة السكنى والنفقة، وهل نفقة المتوفى عنها زوجها واجبة
وكذلك سكناها؟ نعم، النفقة تكون للمرأة إذا طلقها زوجها في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وهي ما زالت في العدة. وعدة المرأة المطلقة للطلقة الأولى والثانية 3 حيض، ففي هذا الوقت وقت عدة المرأة 3 حيض فإنه تجب النفقة لها من زوجها. أما في الحالات التي لا تجب لها النفقة إذا طلقها وبانت منه بعد العدة، أو أن طلقها الطلقة الثالثة، أو في حالة الخلع، أو في حالة الفسخ من القاضي بينهما. ففي حالة الخلع فإنه تبين منه بينونة، فلا يجوز له أن يرجع لها إلا بعقد جديد، ففي هذه الحالة لا تجب النفقة على الزوج للمفارقة في هذه الحالة بالخلع أو بالفسخ. نعم. المطلقة طلقة واحدة كيف ترجع؟ نعم، ترجع طبعا طريقة الرجوع المرأة لزوجها إما بتلفظ الزوج يقول قد راجعتك، ويسن لهما في هذه الحالة أن يشهد 2 على رجوعه. كذلك أيضا يحصل الرجوع بأي تصرف بينه وبين زوجته يدل على رجوعه لها. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. رجل نذر أن يذبح ناقة فاطر، والفاطر وهي الناقة الكبيرة التي غالبا لا تنتج ولا يؤكل لحمها لكبر سنها، وقيل له لو ذبحت ناقة خير منها وهي بنفس القيمة لأجزأ عنك ذلك، هل يسقط عنه ذلك؟ نعم، لا حرج في ذلك، إذا أبدل ما نذر به إلى شيء أفضل من ذلك فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء من حديث أبي داود ما رواه جابر رضي الله عنه أنه في عام الفتح جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، أي في مكة في المسجد الحرام. فقال الرجل مرة أخرى إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، ثم عادها ثالثة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام شأنك إذن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو أفضل، وهذا دليل على أن المسلم لو أنه نذر أن يصلي في المسجد النبوي ثم رأى أن يصلي في المسجد الحرام فلا شك أنه جائز، لأنه جاء بالأفضل، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في ما سواه إلا في المسجد الحرام. فهذا فيه دليل على أفضلية الصلاة في مسجد الحرام، فلو أنه نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام فلا حرج في ذلك، لأنه جاء بالأفضل. وهذا السائل عندما سأل أنه نذر أن يذبح فاطر في لأمر من الأمور ثم رأى أن يبدل هذا الأمر، فيجوز له في هذه الحالة إما أن يبدل ذلك ب7 من الغنم أو أن يذبح أيضا ناقة كما ذكر ذلك إذا كانت أفضل، إذا كانت أفضل فلا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول قمت ببناء منزل لغرض السكن بقرض من الصندوق العقاري، إلا أن هناك ظروف حالت دون سكن هذا المنزل بعد الانتهاء من بنائها، وعرضته للبيع ومكثت في العرض عدة سنوات ثم بيع هذا البيت، هل عليه زكاة؟ نعم، النية الأولى كانت للسكنة، ولكن بعد أن نوى بيع هذا المسكن فإنه في هذه الحالة إذا حال الحول على عرض هذا البيت للبيع فإنه في هذه الحالة تجب عليه الزكاة. فهنا نقول له عليه أن يزكي عن السنوات التي مضت ويقدر ثمن البيت في كل سنة، في كل رأس سنة يقدر قيمة البيت ويخرج الزكاة من قيمة البيت للسنوات الماضية. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. الشيخ عبد السلام، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، ومتى تذبح وكيف توزع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، فذكر بعض أهل العلم ما يتعلق بأن الغلام محبوس بعقيقته. فهذا الحديث جاء ما رواه ابن ماجه عن سامرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى في هذه الحالة. فذكر النبي وبين ما يجب. أما ما يتعلق بقول السائل كل غلام مرتهن بعقيقة، فقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث. فبعض أهل العلم ذكر أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، وذكر أيضا بعض العلم في معنى هذا الحديث أن العقيقة من أسباب صلاح الولد، وهذا هو الأقرب. ولذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص فيما يتعلق بهذه العقيقة. وقد ذكر العلم أنه إذا احتاج إلى أن يقترض من أجل أن يؤدي هذه الشعيرة وأيضا أن يعوق عن ولده فله في ذلك، وقد ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وبين ذلك بأنه إذا لم يستطيع فإنه يقترض من أجل العقيقة. وقد بين رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه خيرا في حالة أنه اقترض من أجل هذه الشعيرة، ولأنه أحيا السنة في هذا الأمر. ويذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، ولكن إذا لم يستطع أن يذبح عن الذكر شاتان فله أن يذبح واحدة وتجزئه إن شاء الله. أما ما يتعلق متى تذبح، فهي تذبح في اليوم السابع، فإن لم يستطع وفات اليوم السابع فإنه يذبحها في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يذبحها في اليوم الحادي والعشرين. وبعد ذلك إذا تعدى اليوم الحادي والعشرين فإنه في هذه الحالة يذبحها متى تيسر له ذلك، ولكن هذا التحديد هو الأفضل هو اليوم السابع كما جاء في الحديث. أيضا بين أهل العلم فيما يتعلق بتوزيعها، فالأصل أنها توزع حسب ما يراه الأنسب في ذلك، فربما يجعلها وليمة يجمع أقاربه عليها أو أن يقوم بتوزيعها للفقراء. وأيضا يصلح أن يجمع ما بين أن يولم بشيء منها وأيضا يتصدق بشيء منها ويهدي شيئا منها. نعم، أحسن الله لكم في هذا السياق، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أو السائلة: توفيت ابنتي بعد حملها مدة 7 أشهر، وقام زوجي بغسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، هل كان يجب أن نعق عنها وأن نسميها، وهل لي أنا والدتها أن أعق عنها؟ هذه المسألة متعلقة بما يتعلق بنفخ الروح في الجنين، فلا شك أنه أجمع إذا استهل الجنين بصوت بعد الولادة فأجمع العلم على أنه يعق عنه ويدفن ويكفن ويدفن. أما إذا حصل الساقط قبل 4 أشهر فإنه في هذه الحالة لا يعق عنه، ولا أيضا من وضعت أو حصل لها السقط في هذه الحالة فإنما يخرج منها من دم بعد السقط فإنه يسمى دم فساد، فتصلي وتصوم. أما إذا كان السقط بعد 4 أشهر وقد نفخ فيه الروح فإنه في هذه الحالة فإنه الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة أنه يصلى عليه ويكفن وأيضا يعق ويسمى كذلك ويعق عنه، وهذا ما ذكره العلم في هذه المسألة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة وجعلها في موازين حسناتك. شكر الله لكم وبارك في جهودكم، وأشكر جميع الأخوة الذين عملوا معنا في هذا اللقاء المبارك من المخرج وأيضا من المصورين، وكذلك الشكر لكم فضيلة الشيخ خالد على هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله أن يجعله لقاء موفقا وأن ينفع به. نعم، أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجابها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.